مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي عنوانه سقوط الأجسام على الأرض، الحصة الخامسة، الصفحة 75 من الكتاب المدرسي للنشاط العلمي. الهدف التعلمي من هذا الدرس أن أدرك حتمية وقوع الأجسام على الأرض عند تركها تسقط. أولا لنلاحظ الصورة، ماذا تلاحظون؟ نعم، ولد يحاول إسقاط المقلمة والريشة على الأرض ليرى من التي ستصل إلى الأرض أولا. أحسنتم. التساؤل الذي سنطرحه، أي الشيئين سيصل إلى الأرض أولا؟ يعني هل ستصل المقلمة إلى الأرض أولا أم الريشة؟ أفترض ربما يصلان إلى الأرض في آن واحد، هذا افتراض، أو المقلمة ستصل إلى الأرض قبل الريشة. لنجيب عن هذين الافتراضين سنلاحظ الصور التالية. أرتب تباعا وصول هذه الأشياء إلى الأرض بعد رميها، يعني من الشيء الخفيف إلى من الشيء الثقيل الذي يصل إلى الأرض إلى الشيء الأخف. قلنا دائما عندما نسقط شيء فإنه ينزل مباشرة إلى الأرض، يسقط إلى الأرض، لا يصعد إلى الأعلى. إذن هناك جاذبية تسمى جاذبية الأرض، سترونها إن شاء الله في السنوات المقبلة. الآن لنرتب هذه الأشياء من الشيء الثقيل الذي يصل بسرعة إلى الأرض إلى الشيء الأخف. هناك قطعة خشب، هناك مسطرة بلاستيكية، هناك ريشة، هناك صخرة، وهناك بالونة. في نظركم ما هو الشيء من هذه الأشياء الذي سيصل إلى الأرض يعني بسرعة أكبر عندما نسقط هذه الأشياء مباشرة كلها؟ ما هو الشيء الذي سيصل أولا؟ نعم أحسنتم، الصخرة، يعني الصخرة هي الأولى التي ستصل إلى الأرض، تليها قطعة خشب، نعم أحسنتم، تليها مسطرة بلاستيكية، نعم، ثم بالونة، حسن جدا، وأخيرا الريشة، نعم، الريشة هي الشيء الأخف الذي يصل إلى الأرض. عندما نسقط الريشة نأخذ ريشة ونقوم بالتجربة، نسقطها من الأعلى، ستلاحظون أنها تتدحرج في الهواء، لا تسقط مباشرة في على الأرض، ولكن تسقط بعد مدة طويلة على الأرض. أحسنتم، هذه هي الإجابات الصحيحة التي قلنا. نعم أدون وأتقاسم. عندنا كلما زاد، زاد ماذا؟ وزن الأشياء. أحسنتم، كلما زاد وزن الأشياء سنكتبها هنا، كلما زاد وزن الأشياء تنجذب نحو الأرض. أحسنتم، تنجذب نحو الأرض بسرعة بفعل ثقلها. أحسنتم، سنأخذ مثلا بالونة وريشة ومسطرة بلاستيكية
وصخرة ونقوم بالتجربة ونلاحظ ما هو الشيء الذي سيصل بسرعة. لنتأكد من هذه الإجابات. أحسنتم.